صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وزي ما احنا متعودين نروح ونصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونعرف منها آخر أخبار الطقس والمرور. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، ونبدأ من محافظة القاهرة. طبعا جولتنا وفي نهاية الأسبوع بتكون في كثافات مرورية في أول اليوم مع نهاية يوم العمل. خلونا نبدأ جولتنا بالتحديد من نفق الأزهر اللي فيه انتظام للحركة المرورية وسط سيولة مرورية، وده في الاتجاهين. كمان بتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، ونفس الموضوع للمتجه من المنيب للأوتوستراد والتجمع. كمان في بعض الكثافات في الاتجاه العكسي القادم من المعادي ومتجه لمناطق الجيزة، ونفس الموضوع للي جاي من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. خلونا نكمل جولتنا في شوارع الجيزة. في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان. إنما لو رحنا قريب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزل كوبري فيصل حتى شارع التحرير هنلاقي هناك كثافات مرورية إنما نسبية. كمان في كثافات تانية ظهرت أعلى كوبري الجامعة. ولو رحنا لمحور صفتي فبيشهد كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة للقادم من أكتوبر. كمان المتجه لمنطقة المهندسين ووسط البلد ياخد باله أن الطريق الدائري مغلق والحركة إجباري من نفق حازم حسن ومنه للمحور. كمان في غلق في بعض الأجزاء عند مسجد الشرطة بسبب بعض الكثافات المرورية. هنقول كمان لحضراتكم أن في فتح تجريبي لوصلة المريوطية اللي كانت مغلقة مع استمرار نهاية الأعمال الموسعة للطريق. خلونا دلوقتي نروح للإسماعيلية، هنلاقي أن الطريق عثمان أحمد عثمان واللي بيوصل بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. هنلاقي كمان في سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية. تعالوا نروح لمحافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج. الطريق عندها بيشهد كثافات إنما نسبية، ونمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها سيولة مرورية وفي بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كثافات مرورية نسبية. في كمان كثافات نسبية تانية في طريق مستشفى الجامعة أو جامعة سوهاج، وكمان كثافات مرورية إنما بسيطة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير.